خلينا نروح للنجم الكبير كابتن محمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري. يا كابتن محمد مشرف ومنور ومبروك 3 نقاط في بدايه انطلاق الدوري العام. حبيبي كابتن اسلام، وحشني كتير والله العظيم، والحمد وحشني لله. جدا حبيبي ربنا يخليك. الحمد لله 3 نقط مهمين جدا 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 يعني. يعني اعتقد يا كابتن محمد، يعني بسم الله ما شاء الله عاملين فريق جيد جدا، يعني ما كناش شفناه، احنا تابعنا طبعا الاخبار وكل حاجه، ولكن ما اتفرجناش على اي مباريات وديه للاتحاد، وبالتالي المباراه النهارده اعتقد ان هي باسطه كل جمهور اسكندريه. الحمد لله الحمد لله كابتن اسلام، يعني الاداره صراحه دعمت بشكل كويس، بدايه من الكوتش زوران، عنده سي في محترم، عنده خبرات كبيره جدا في الدوري العربي والافريقي، واخد بطوله في الدوري الجزائري، واخد بطوله في، عامل نتائج هايله مع المغرب في المغرب، عامل نتائج كويسه في مع سيمبا التنزاني، يعني عامل نتائج كويسه قوي في الحته الافريقيه والعربيه دي. دي كانت البدايه. الحمد لله دعمنا المجلس، دعم بمجموعه لعيبه على مستوى كبير، زي ما حضرتك شفت النهارده مثلا اموتو النهارده بيسجل اول هدف في الدوري، لا وظهر بشكل جيد كمان طوال المباراه، خلي بالك بشكل جيد بالظبط. خالد صبحي، محمود علاء، مش عايز انسى حد، لكن المجموعه كلها ما شاء الله النهارده ادت على اكمل وجه. توليفه كانت كويسه، الكوتش عمل تغييرات كويسه، الامور كلها كانت النهارده الحمد لله في الصالح، يعني الحمد لله في ان احنا نحقق 3 نقاط مهمين جدا في بدايه الموسم. وان انت تحقق 3 نقاط مع نادي اسوان اعتقد بدايه مهمه جدا، ولكن الكل ينتظر من الاتحاد السنه دي يا كابتن محمد ان شاء الله، يعني ان احنا نشوف فريق الاتحاد كالعاده يعني دايما بينافس على، مش عايز اقول على يعني في نص الدوري، ولكن كمان على ال4 مراكز الاولى او من بعد المركز الثالث مثلا. يعني ان شاء الله عندنا طموح كبير جدا كابتن اسلام الفتره اللي جايه ان احنا نبقى في مركز كويس، بس هي الامور بناخدها خطوه خطوه. عندنا المباراه اللي جايه الداخليه ان شاء الله في ملعبنا، وبعد كده في توقف دولي، المنتخب الاولمبي بالظبط، وبعد كده بقى نستمر في الدوري، لكن هي الامور بتتاخد خطوه خطوه ان شاء الله. يعني هنبص دلوقتي للمباراه الداخليه ان شاء الله، من بكره على طول نبتدي نبص على المباراه الداخليه ونشوف هنشتغل فيها ازاي. اهم الايجابيات اللي طلعتوا بيها من ال3 نقاط دي يا كابتن محمد؟ اولا انت بتلعب في درجه حراره حوالي 37 في الشوط الاولاني، يعني الشوط الاول كان تقريبا درجه حراره 37 38، دي كانت جهد عالي جدا، من يعني دي كانت محطوطه في الحسابات ان احنا لعبنا ب3 ديفندر في نص الملعب. الشوط الاول الشوط الثاني غيرت الشوط الاول الشوط الثاني غيرنا، لعبنا ب4-4-2. الكوتش عنده مرونه كويسه كابتن اسلام في الحته دي، في تغيير البوزيشن بتاع اللعيبه داخل الملعب كمان. الحمد لله يعني الامور النهارده 3 نقاط مهمين، بتلعب الساعه 3 الظهر في درجه حراره عاليه جدا، اول الموسم في كذا لعيب جداد النهارده بيلعبوا زي محمود علاء، خالد صبحي، اسلام لعب، اموتو، مجموعه كبيره من اللي احنا تعاقدنا معاهم لعبوا المباراه، فموضوع التجانس ومش التجانس والكلام ده كله الحمد لله، لا يعني دي كانت مهمه جدا ان احنا ناخد ال3 نقاط المهمين دول في ظل بدايه الموسم الدوري. طيب كابتن محمد، اخيرا المباراه اللي جايه مع الداخليه في اسكندريه امتى؟ يوم الاثنين ان شاء الله كابتن اسلام، يوم الاثنين القادم. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وسلم لنا على الحاج محمد مصلح رئيس النادي وكل اعضاء مجلس الاداره، يعني حاجه محترمه جدا، وعاملين نتائج او عاملين نتيجه في اول الدوري، نتيجه رائعه جدا. شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن محمد ابراهيم، نجم نادي الاتحاد الاولمبي الاول ونجم نادي الاتحاد السكندري السابق والمدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، وفوز مهم جدا لنادي الاتحاد السكندري على نادي اسوان.